انا بقول لينا كلنا دلوقتي، احنا بنتكلم على الاقل في منطقه توشكا بنتكلم في حوالي 700,000 فدان، وده اللي كان مستهدف. 750,000 مش كده كان مستهدف لما الفكره اتعملت تمام في الثمانينات على ان توشكا تطلع 700,000 فدان. ومهم قوي واحنا بنتكلم في النقطه دي نقول ايه، انتوا عارفين 700,000 فدان دول يساوي 2 محافظه ولا انا؟ 700,000 فدان يساوي 2 محافظه، يعني تقريبا المليون فدان اللي احنا بنتكلم عليهم في شارع العوانات وفي توشكا احنا بنتكلم على 3 محافظات. يتبقى حاجه تمام، ازاي نعمل ونجذب سواء كان للمستثمرين عشان يبقوا موجودين معانا هنا، او حتى عشان الكثافه السكانيه اللي تبقى موجوده تبقى تستفيد من الشغل اللي موجود دوت. احنا خلاص عملنا الجهد او المشوار الاصعب، خلاص بقينا النهارده قادرين على ان احنا في فرص عمل لحوالي 1,000,000 فدان تقريبا. تمام، لما نحط عليهم التصنيع الزراعي اللي بيتعمل لهم اتصور ان العدد ده يزيد اكتر من كده. واحنا بالمناسبه حريصين على ان احنا في 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 هذا المجال كدوله ان احنا كل تعظيم ما لدينا من منتجات زراعيه. يعني مشروع انتاج الخشب اللي بيتكلم عليه، احنا بنتكلم في 400 متر مكعب خشب طبقا لمواصفات والمعايير الاوروبيه اللي هو السوق المصري محتاج منها في الصناعه ديت خلال شغله. الكلام ده احنا بقالنا اكتر من 2.5 سنين شغالين عليه في دراسات اتخذت يعني الجريد بتاع النخل دوت وراح سافر وتم دراسته واتبحث ثم اتعملت عليه التجارب ثم انتجوا لنا ده وقالوا ان ده المواصفه اللي احنا نقبلها وده اللي احنا وده اللي هيطلع بالفعل مش كده؟ تمام يا فندم. وبالتالي انا بتكلم ان دي هتبقى في مدينه توشكا اللي هي المدينه السكنيه اللي موجوده هناك اللي احنا كنا عملناها من 6 سنين ولا 7 سنين قبل كده. انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده عشان احنا دايما اقول يا جماعه واحنا بنتكلم في موضوع بنقول عناوين، يعني نقول عايزين ايه، نهتم مثلا بالتصنيع الزراعي، لكن مش مشوار الوصول انك انت تطلع منتج تصنيع زراعي ما بيتعملش كده، يعني لانك انت والا ما يحققش الهدف بتاعه. لازم تعمل دراسات وتعمل ابحاث ثم تتاكد ان المنتج اللي انت هتعمله ده هيبقى اولا يلبي طلبات السوق عندك وتبقى للمعايير المستخدمه. نفس الكلام لبقيه المنتجات الاخرى زي موضوع التصنيع الزراعي او في افتتاح المصنع اللي بنفتتحه النهارده. ما حدش كان يفتكر ابدا ان احنا جنب الارض اللي بتطلع المنتجات ديت المنتج البطاطس بيتعمل جنب منها مصنع عشان النقل، وعشان ده بدل ما ننقل البطاطس لمسافه 700-800 كيلو مش كده؟ تمام يا فندم. 700-800 كيلو بدل ما ننقلهم على بعربيات يعني خلال المسافه الطويله ديت جزء منهم يهدر او يتلف او كده، لا اتعمل مصنع جنب منهم. المصنع ده بياخد البطاطس دي بيطلع منها منتجات مختلفه، حتى مش بتعملوا نشا كمان؟ ايوه فندم، في استخلاص نشا من يعني الموضوع. المهم ان مفيش فضلات ممكن تبقى مضره بالبيئه او ما يتمش استخدامها هيتم اخراجها بعد كده لما ينتج ده وينقل. يبقى النقل هنا اقتصادي لانك انت عملت عليه تصنيع، اقصى حاجه ممكن تتعمل في التصنيع الزراعي.